أزيد من 250 قطارا في اليوم وضعها المكتب الوطني للسكك الحديدية بمناسبة عيد الأضحى. جولة صغيرة في محطة الرباط المدينة هذا الصباح وقفنا فيها على حجم الإقبال يوازيه تسهيل الولوجية سواء إلى نقط البيع أو إلى الأرصفة. الحمد لله هذا العام ما كاينش الازدحام، ما كاين اكتضاد في القطارات، القطارات موجودين، الوقت مضبوط ومتوجه من الرباط نحو مدينة مراكش إن شاء الله الرحمن الرحيم. التران مزيانة، كنفضل نمشي فيها على الكار لحقاش الكار فيه الزحام بزاف، التران دغيا كنمشي فيها. غدا الأزمور تنشوف التران حيت هو أحسن وسيلة تنقل في المغرب كله، كتمشي مرتاح، كتلقى لي طواليت، إلا بغيت تاكل شي حاجة كتمشي أليز عارف الوقيتة اللي غتوصل فيها. جو بريفير فينيغ إيسي باسكو سي بلو رابيد. وحصل لي ما نبقى نتسنى لتحت سي لافيل ولا شي حاجه هنا سي بلو بوسيبل سي بلو اكسيسيبل وسهل دغيا نقدر ناخذ مون تيكي باش نمشي. البرنامج يغطي طيلة أيام عيد الأضحى من 18 من هذا الشهر إلى غاية 4 أكتوبر. سيوفر فيها المكتب زيادة من 140 ألف مقعد في اليوم إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للقطارات المنتظمة. يتم تعزيز العرض بالرفع من الطاقة الاستيعابية للقطارات المنتظمة، كما ستتم برمجة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية كمحور طنجة، الدار البيضاء، الرباط، فاس مكناس، طنجة والناظور، حيث سيتم تجنيد جل المعدات من قاطرات وعربات لتوفير ما يناهز 250 رحلة في اليوم، أي ما يعادل 140 ألف مقعد في اليوم. ولتفادي أي اكتضاض يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى اقتناء تذاكر الذهاب والإياب مسبقا قبل تاريخ السفر في نقطة البيع المباشر أو على موقعه على الإنترنت.